الشوط الاضافي الثاني على ما يبدو راح نروح لركلات الحظ على الكره من المعطوب على داخل المنطقه عم يضرب بهالمباراة قاسم الزين. قاسم كان حاسم فعلا بهالكرة الرأسية مع الروح لركلات الحظ. بيرفض النجم انه الحظ يكون ضده. قاسم كان حاسم وحسم الامور، انهى الامور برأيي، لانه قبل دقيقتين على نهاية الشوط الاضافي الثاني قاسم الزين زين فعلا هدف زين انهى فيه الامور من